فيفا سوحتنا امبارح يا جدعان، والمفروض ان كان في فيديو ينزل امبارح والله العظيم، وانا بقى مجهز ايه يا ابو عادل الساعه 9 بالليل وبتاع، لان احنا يا جدعان وصلنا ل 77000 مشترك. انا عايز اقول لك على حاجه، ان احنا لو وصلنا النهارده 78000 ونخش في ال 80000، انا عايز اقول لك ان في مفاجاه هنحضرها والله سكه ودغري كده يا اسطى. خلصناها؟ فلو انت لسه جديد اشترك في القناه وفعل زر الجرس لاجل ابو عادل، واعمل لايك يا قلب اخوك، ويلا بينا يا جدعان نبص بصه كده على الحدث الجديد. طبعا عارفين ابو عادل ان ابو عادل في اي حدث بيحتاج حد يشرح له، فاهم؟ انا دلوقتي مستني مني ان انا اشرح، انا هحاول اشرح، فاهم؟ هحاول ان انا اشرح لك، بس في نفس الوقت احنا دلوقتي محتاجين حد يشرحنا احنا الاثنين، فاهم؟ فهمت الفكره؟ اهم حاجه نخش يا جدعان نشتري تصريح النجم ابو متنايه. اشترينا يا جدعان بقى تصريح النجم الجديد، ولسه هنشوف الدنيا فيها. يعني طبعا انا شفت الدنيا واتفاجئت والله، اتصدمت يا جدعان. خلصانه؟ بصوا بقى تعالوا اتصدموا معايا كده، تعالوا اتصدموا معايا. خلصانه؟ احنا كده ختمنا، يعني مش ختمنا، احنا اشترينا. بس عايز اقول لك ان في مفاجاه اول ما نوصل ل 80000 يا اسطى، تصريح النجم اللي قدامك ده يعني هيولع والله العظيم، هيولع. ابو عادل يعني فاهم، ابو عادل بيظبط لك الكلام. المهم يا جدعان هنشوف تصريح النجم واحده واحده من قبل ما نستلم. تمام، معانا اونانا هنا على الله حكايته، مش محتاجينه اصلا. معانا الواد المغربي 97 ال ام و95 سي ام، لحد دلوقتي احنا مش محتاجين اي لاعب خالص. وهنا معانا 97 سي بي برضو كذلك، مش محتاجين لعيبه. يعني بسم الله ما شاء الله حاطين لنا حتى كمان الجوائز الفرديه. بصوا يا جدعان الجوائز الفرديه ولا ليها اي لازمه والله العظيم، حاطين لنا الواد بسيوني، حاطين لنا بسيوني يا جدعان 99 سي دي ام، مالوش اي لازمه برضو. بصوا يا جدعان كده الجوائز ولا يعني مكترين، بس يا جدعان في الجواز لو خدتوا بالكم حاطين هنا 500 وهنا 250، يعني مكترين فيهم شويه، يعني ربنا يكرمهم والله العظيم. معانا يعني بدانا نخش على الواد فوفانا يا جدعان. الواد فوفانا ده لاعب جامد بصراحه، يعني النسخه القليله منه حلوه مش وحشه. يعني سرعه الراجل عنده 110 يا ولا، والدفاع كام؟ 117 يا ولا. لا 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 جامد يا جدعان. الواد فوفانا ده يعتبر اول لاعب هحطه في التشكيله عندي لما اخده من تصريح النجم. خلصانه؟ لسه نشوف اللعيبه يا جدعان الباقيه عامله ازاي. تعالوا نشوف. طبعا هنا شعار ملوش اي تاتيل لازمه في الحياه كلها، اقسم بالله انا مش عارف فيفا حاطه ليه. داخلين دلوقتي على الواد ابو الحجوج يا جدعان، داخلين على الحجوج ال 105 سي ام، صانع الالعاب يا جدعان 105. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ 5-5 قدره تحمل عاليه قوي، حركات المهاره 4، تسديد 121، تمرير 121، سرعه الركض 103. بصراحه الاحصائيات دي تمام، مش احصائيات صانع العاب خالص، الاحصائيات دي احصائيات مهاجم والله العظيم. انما تيجي على صانع العاب بنفس القوه دي محدش هيقف قدامك والله العظيم، ما حد هيقف قدامك. ان الرجلين الاثنين تمام، حركات المهاره وسرعه الركض والتسديد والتقويس والرؤيه. ايه ده ايه ده يا اسطى؟ ايه في ايه يا اسطى؟ ده انت تيجي تهاجم يا اسطى بدل الواد ليفاندوكس اللي عندي والله العظيم. يعتبرك ده احنا نستعمل لاعبين بس من تصريح النجم تمام. فتعالوا نعمل ايه، نقول حته تجمع الكل كده ونستلم اللعيبه، لان في مفاجاه على التشكيله بتاعت ابو عادل، في مفاجاه يا اسطى. تعال طبعا، ها فيفا مش ناوي تورينا اللاعب صح؟ فيفا بتعاملنا معامله وحشه. اوه لا ده انا هنا لازم اشيل الصوره بتاعتي عشان نشوف ايه ده. مفيش؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ شعار؟ انتوا مديني شعار يعني؟ ده انا افتكرتهم كوينات والله. طب ايه ده طيب يعني؟ وبعدين ولا يعني ايه ده؟ طب نعمل شهاده مجدده يا جدعان، يمكن ربنا يفهم. نشوف احنا، انا عايز اشوف، نفسي اشوف يا جدعان الباكج. ايوه كده يا ولا يا ولا، سنغال يا ولا، حارس مرمى انتر ابو الواحد ونانا يا ابن الايه. لا يا جدعان بصراحه البتاع جامد، افتح الباكا جامد قوي والله العظيم. تعالوا بقى يا جدعان نخش على التشكيله بتاعتنا قبل ما نخش على الحدث، لان انت شايف انها 118. فتعالوا اقول لكم جبنا مين. تعالى يا اسطى كده معايا، تعالى تعالى. بص يا اسطى كملت التشكيله، بس فين يا اسطى المعززات وفين حركات المهاره وبتاع؟ لسه مش دلوقتي، لما لان انت انا هطور الوحده بمليون يا اسطى، فاهم؟ فانا اصلا مش انا على الله حكايتي. اسمع مين بقى، انا على الله حكايتي. معانا ليفاندوكس يا جدعان، وجبت الواد لوكاس صانع الالعاب 102، وطبعا معانا الواد كلوز، ومعانا الواد اندو اللي هو السي دي ام، اللي طبعا في ناس قالت لي بعد مش هتلحق تجيب لاعب من يا اسطى. جبت احلى مسا عليك يا اسطى، جبت اندو تمام. والناس كلها فضلت تقول لي ابو عادل بوجبا، ابو عادل احلى بوجبا عليك اهوت يا قلب اخوك، احلى بوجبا. خلصانه؟ معانا الواد كلاوس يا جدعان، ومعانا فاران الحران اللي لا يمكن ان نستغنى عنه. وجبت يا جدعان الواد جولد سان
تمام. جولد صان هنا جبته خلصانه الواد 102 برضه، يعني يعتبر التشكيله كامله متكامله. طب انت دلوقتي زي ما انك بتقول ابو عادل ال بي مين؟ اه عايز تعرف مين ال بي؟ وقف الفيديو وانزل تحت في الكومنتات قول لي تفتكر مين ال بي اللي انا جبته يا جدعان، لان احنا جبنا او رجعنا القائد روبرتو كارلوس تاني يا جدعان، رجعناه تاني ال 103. وطبعا انا كل دول مش مطورهم، يعني نشيل لو شلنا فيس كام كابوس واخد بالك، انا مش مطور حد فيهم. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ لان الحدث اللي احنا فيه يا جدعان هيبقى ضرب نار، واللعيبه اللي نازله فيه تعال اقول لك بس ايه المهام بتاعته، لان انت ممكن تفتكر ان المهام صعبه لاول مره انا شفتها كده. بص يا اسطى انا سايبها لك هعملها تختيم معاك تمام؟ فكك من دي تمام؟ انت تفكك من دي لان ملهاش اي لازمه، واللعيبه بتوعها غاليين كمان. هنا بيقول لك العب ديفيجن، كلنا عارفين الديفيجن، وفوز مره في الديفيجن، وسجل اهداف في الديفيجن، والعب والعب العاب المباراه. بص يا اسطى انت مش لازم تلعب، انت لو دخلت على البتاع وعملت انسحاب وطلعت هتتحسب لك مره، عشان ده يعني فاهم انجازا للوقت وكده. هنيجي هنا هنيجي هنا مش العب اكمل العاب مهاره او مباراه مشوار الابطال فاهم، ده موجوده هناك في الايفنت، هتدوس على انطلاق هيدخلك على طول. تجاوز مدافع الخصم دون فقدان الكره. بص بقى يا اسطى دي سهله قوي، انت هتخش استنى اعمل بس استرداد واقول لك هتخش تعمل ايه. بص يا اسطى تعال الموضوع اسهل ما يمكن اقسم بالله. بص انت هتيجي هنا قلب اخوك على التدريب اليومي خلصان، هتخش اقل ماتش من هنا وهتاخد الكوره وهتروح عند الدفاع بتاعهم كده كده اللعيبه على حكايه على الله حكايتها، هتعمل حركه المهاره وترجع تاني وتعمل حركه المهاره وترجع تاني 30 مره، تعمل كأنه ماتش ماتشين قول ماتشين تمام، ماتشين هتفضل تعمل فيهم الحوار ده تمام، ومبروك عليك الميشن خلصت. نخش على الميشنات اللي فوقيها نفس تمرير النجاح، برضه هتخش ماتش من نفس الماتشات دي اللي هو ما تخش قدام ناس بقى فاهم هاي وفاي لا يجلدوك، اوعى خش يا اسطى كده وفي الدفاع عندك اقعد باص الكوره لمده 15 ثانيه من الماتش 15 دقيقه فاهم، وحافظ على اهي هتعمل مشنتين في بعض وفوز في مباراه ديفيجن، خش تخلصها انت كده هتخلصها من هنا. يبقى انت اسك على الله حكايتك، خلصت المشانات كلها في يعني في اقل من نص ساعه، والله العظيم اقل من نص ساعه يا جدعان. هنيجي هنا بقى ايه نخش على متحدي دور المجموعات، والله العظيم هنا في حوار وفينا في لعيبه معانا خلت. هنخش الاول على الرئيسي لان في حوار يا جدعان، انتوا واخدين بالكم اللي انا شايفه؟ شفت اللي انا شفته؟ شفته؟ شفت فاندر سار؟ شفته؟ طب انا مش عايز افاجئك واقول لك انك هتاخده ببلاش، والله العظيم هتاخده ببلاش. ليه بقى؟ لان هو مطلوب منك انك تصرف 22000 وانت اصلا هتاخد في جولد يعني فلوس من دي من اللي انت هتصرفها دي هتاخد اكتر من 22000، بس هتجيبه امتى؟ ممكن في نص الحدث في اخر الحدث، بس هو هيجي لك ببلاش ده مبدئيا. فكل الناس اللي راحت اشترت حراس نقول لهم بيس اوت جالنا فاندر سار. طبعا انا يا جدعان عندي سلامونا على الله حكايته، وانتوا قلتوا له خلوا كاسياس خلوا كاسياس جالنا فاندر سار يا جدعان وببلاش والدنيا كله تحت السيطره. خش يا جدعان بقى ايه على اليو سي ال. طبعا اليو سي ال انا سايبها عشان افهمكم، خلت بيقول لك استرد الانجاز الاسبوعي من فصل يو اس ال يو ال او يو اي اي اس سي ال تمام. ما تستغربش انا نطقت ايه بقى لان انا ما خدتش بالي والله العظيم. هنا يا اسطى هتجيبه ازاي؟ هنا معانا اليو سي ال اللي هو ده واليو اي ال اللي هو ده واليو اي سي ال هو ده يا اسطى يو اي سي ال تمام. محتاج انك تخلص المباريات اللي فيهم كلها. طب هتخلصها ازاي يا اسطى؟ هيجي لك اختيارين انك تختار مجموعات، انت اختار اي مجموعه كده كده ايه؟ كنت هعطس. اختار اي مجموعه كده كده ايه؟ الاثنين اصلا يعني لو سبت الماتش يلعب لوحده هتكسب. والله العظيم لو سبته هتكسب. فبعد ما تخلص ال 12 ماتش بتوعك هتقوم انت جاي عامل استرداد لده قلب اخوك. خلصانه؟ وبعد ما تعمل استرداد هتتحسب لك واحده من خلت. تمام؟ هتقوم انت داخل بقى ايه؟ طبعا احنا خلصنا ده كده والبتاع ده لمده اسبوع، هتقوم انت داخل بقى يا اسطى على المجموعه بي لعب ال 12 وعامل استرداد هيتحسب لك ثانيه من خلت. هتقوم انت جاي على اليو اي سي ال دي تمام ولاعبهم كلهم وعامل استرداد ومبروك عليك خلت يا قلب اخوك الاسبوع اللي بعده، لان دول كل اسبوع هتخلص الثلاثه وتستنى الاسبوع الجاي تخلص اليو سي ال. مبقى احلى مبروك عليك خلت وكل الناس اللي اشتروا خلت البرايم ايكون بيس اوت. طبعا يا جدعان سعر ده هينزل الارض بصراحه، سعره هو دلوقتي سعره عامل 20 مليون تقريبا 24 مليون، سعره هينزل الارض حرفيا تمام. ولو جينا يا جدعان نشوف نبص على التقاب بتاعته، سرعه الركض 107 قوه التسديد 115 تقريبا، البرايم ايكون قوه التسديد عنده 117 او 123 والسرعه 113 يعني حاجات متفاوته قوي، والتقويس تقريبا 120 يعني يا اسطى فاهم كده كده انت ممكن تخليه عندك في التشكيله. والله العظيم اللاعب قوي واللاعب جامد
ويمكن من اقوى اللعيبه في فئه ال 99. فبصراحه بقول تسيبه. هنخش بقى يا اسطى على مكافئات الجي سي سي المهم خش على المكافئات. هنا يا اسطى في مسار، تمام، مسار زي جميع المسارات بس هنا بالدوريات او بمعنى اصح بالمجموعات، تمام. احنا معانا دلوقتي المجموعه A و B، تمام، هنا اللي فيها اللعيبه دي. وطبعا اللعيبه انا مش شايف ان يعني الليفت وينج والسي ام، طبعا احنا كلنا جبنا سي ام وجبنا ليفت وينج، احنا عايزين نركز على الدفاع بصراحه يا الدفاع يا هجوم. فانت ما اعتقدش ان انت هتاخد اي حد من هنا، فهنا انت ممكن تقدر تفتح يا اسطى تمشي في المسار بكوينات. انا معايا 3300 بس ما تمشيش. انا بقول لك اهو تسمع من ابو عادل، ما تمشيش في اي مسار غير في اخر مسار، اول لما اخر مسار كده يتفتح لك تقوم انت بص بقى تفتح ورقك تشوف انت معاك كام وتحسب حسبتك الجميله وتقوم انت داخل يابا بقلب جامد. لو خدنا بالنا هنا يا جدعان ان في دوريات هتنزل، واخدين بالكم هنا؟ ده يعني اكيد، يعني بما ان في حاجات كتيره فكك من ان هنا فكك من اللعيبه، لا في دوريات هتنزل، لان بص كده فوق في بولك في مجموعه المستقبل. اكيد بما ان في اي وبي اكيد في طبعا سي اي وفاهم سي ابي سي دي، انت فاهم انت الحوارات دي بقى، يعني اي وبي وسي ودي وحاجات، وهنخش على هنفتح مدرسه ان شاء الله. المهم يا جدعان تمام ما تمشيش في المسار، ودي اللعيبه. وعايز اقول لك انك هتضمن لاعب 103 مضمون، بحوش فلوسك يا اسطى عشان تكسب لاعب 103 ببلاش. هنخش دلوقتي على عروض جي سي سي، ما تركزش ابو عادل دلوقتي في الشرح ما عندوش يا مرمحيني خالص. المهم يا جدعان دلوقتي احنا ممكن ايه نفتح باكات على اللعيبه دي، وانت كده كده اصلا مش محتاج باكات اصلا تفتح اللعبه دي، لان انت لو جيت بصيت على اللعيبه اللعيبه وحشه قوي والله العظيم. اللعيبه اعلى واحد فيهم 97، ف 97 وانت اصلا يمكن اقل واحد عندك في التشكيله في اللي بيتفرج، اقل واحد ممكن تكون عندك 99 او 100 بصراحه والله العظيم. فانا شايف انهم ما لهمش لازمه. فهنخش بقى هنا يا جدعان نشوف عرض اليو اي ال، عرض اليو اي ال برضه يا جدعان اعتقد انه زيهم. ندوس كده على واحده بتفتح برضه فتحه، الفتحه ب 400 ف اعتبر زيها. نشوف كده اللعيبه يا جدعان لو ينفع يورونا اللعيبه. فابيو فييرا وفي جو بيدرو 103 و100 فيعتبر صانع الالعاب اللي انت ممكن تحتاجه، بس اكيد يعني مش هيطلع لك من فتحه فاهم، اكيد مش هيطلع لك من فتحه. وطبعا بايظ قوي وحش قوي كمان، يعني صباح الفل ده يتعب من يعني من ربع الشوط الاولاني ده هيتعب، هيريح دكه، هتحتاج انك تبدله، فمالوش لازمه انك تجيبه اصلا تمام، ومالوش لازمه انك تفتح. انت هتعمل ايه يا ابو عادل؟ بص يا قلب ابو عادل كده كده في لعيبه اصلا نازله غير دول. خش على المكافئات احنا دخلنا عليها قبل كده، هي دي. بص يا اسطى كده كده هيجي لك لعيبه غير دي تمام، وهيتفتح لك مسارات اكتر من دي، وهيتفتح لك حاجات تانية احلى من دي. فما تصرفش الكوينات اللي معاك وما تصرفش الحاجات اللي معاك على حاجات مالهاش لازمه. انا بقول يا اسطى تخليها دلوقتي ونشوف يعني في اخر ايام الايفنت في اخر اسبوع مثلا وكده. وقاعد معانا هيقعد معانا قد ايه؟ شوف هيقعد معانا 42 يوم، يعني خليها في اخر يومين كده يا اسطى تفتح ورقك وتكشف الاوراق زي يورجن كلوب كده وتختار اللي انت عايزه. وطبعا هنا يا جدعان تصريح النجم التاني بتاع الايفنت عيان ما فيهوش اي حاجه والله العظيم. طبعا انا هسيبه مش محتاج اصلا ان انا اجمعهم، عيان يا جدعان حتى المهاجم اللي فيه عيان، فمش شايف ان له اي 30 لازمه بصراحه والله العظيم. وطبعا يا جدعان فتحوا اهم حاجه اللي الناس كلها بتلعبها وتجيب منها دوريات وتجيب منها قصدي كوينات تمام. يعني انت يعني قدامك يوم هتيجي يا اسطى دلوقتي تخش على ده تقوم انت عامل ايفاء بالشروط، بيقول لك تتضمن واحد من لاعبي الشامبيونز ليج وواحد من يوروبا ليج تمام، الدوري الاوروبي ودوري الابطال. طبعا اللعيبه دي دلوقتي لو رحت تدور عليها هتلاقي اللاعب غالي قوي توب التوب اقسم بالله، فمالوش لازمه انك تجيبه تمام. اصبر كده لما اللعيبه تنزل وسعرها يرخص وبتاع، وقتها يابا ابقى خد وعلم وظبط الكلام واظبط الدنيا. اعتقد كده ان ابو عادل شرح لكم كل حاجه في الايفنت. ما تنساش يا اسطى اللايك وكل حاجه تمام، ونشوفكم على خير فيديو جديد حبيب قلب اخواتي. بيس اوت.